هي منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، تنتج أنواع الخضر والفواكه في منطقة الكدية ببلدية بنهار، إلا أن السكان يعانون من الطريق المؤدية للمنطقة وانعدام الكهرباء. في عمري 60 سنة أنا ولا 62 سنة، هذه المنطقة ما استفدت حتى من حاجة، هكذا ما استفدت لا من الكهرباء لا من بنيان ريفي كما الولايات منا ومنا، لا إله وفينا برك يجوا، يعني روحوا رانا نجيبوا لكم تريستي، روحوا رانا نجيبوا لكم الدح، روحوا رانا نجيبوا لكم الطريق. يمتهن فلاح المنطقة الفلاح بالدرجة الأولى، إضافة إلى تربية الماشية ما دفعهم للمطالبة بمشاريع تنموية. خاصنا تريستي، خاصنا الطريق، وخاصنا بني الريفي، ما كان والو هذه البلدية. والقطاع الصحي. إيه والقطاع الصحي، اللي يكون الذراري ما عندهمش فيها يروحوا يقراوا. منطقة الظلام هذه، لأن وليداتنا يقراوا، يلدق لك طفيل تقعد ساعتين باش تلحق المستشفى عين والسارة، كم من ضحية توفت يعني في الطريق، المرأة الحامل ما توصلش حتى كما يقول لك تولد في الطريق، رانا في واحد المعاناة كبير. تريسيتي راه عندنا الريزو قريب لنا ياسر، بصح ما كانش لا كهرباء لا فلاحية، لا هي كاينة بصح ناقصة، ماهيش كافية لنا ياسر كاع، مخصوصين فيها ياسر. وهذه راه قال لك رئيس الجمهورية قال لك باه نشوف مناطق الظل، احنا هذه راه منطقة تاع ظلمة مش تاع ظل. رئيس بلدية بنهار رد على انشغالة السكان. وعطونا 10 كيلومتر وان شاء الله بربي مناطق الظل على مستوى الوطن راه مازال ما تحركتش. واليوم عندنا ديجا اجتماع راه على مستوى الولاية. قلنا ممكن انهم يزودوهم بالكهرباء الريفية. هي مطالب تنموية يسعى السكان لتحقيقها قصد إبعاد منطقتهم عن مناطق الظل.